حتى يتبين لهم أنه الحق. عن الكروموزومات في القرآن. حقيقة أحد الأحبة، أنا قرأت رسالة قبل قليل وأعجبني، أرسل لي بعض المعلومات ولم يذكر اسمه، ولكن من الإيميل اسمه الأستاذ أحمد. أنا طبعا سأذكر، أرسل لي بحثا طويلا عن أحمد مقصود، لا أدري هل هذا اسمه أو اسمه، ولكن هذا الإيميل وصلني. أحببت أن أذكر نبذة قليلة، لأن هذا الموضوع، موضوع الكروموزومات في القرآن، موضوع على ما يبدو أنه ضخم جدا، لأن عدة أشخاص أرسلوا لي معلومات. أنا سأحاول جمع هذه المعلومات ونفرغ حلقة طويلة إن شاء الله فقط عن هذا الموضوع، عن كروموزومات الإنسان التي عددها 23 في النطفة المذكرة و23 في البويضة، وعندما يجتمعان يشكلان 23 زوجا في الإنسان. إذن الذي يميز الإنسان هو عدد الكروموزومات، وهي 23. سأخذ فقط يعني حقيقة أو اثنتان يعني أعجبتني من هذا الأخ الفاضل، تمهيدا لأن أجمع لكم كل المعلومات عن الكروموزومات في القرآن. الكروموزومات يعني ذكرت بطريقة عجيبة جدا أيها الأحبة. أنا في البداية سأعرض الآن، فقط سأكبر البرنامج هنا أيها الأحبة، سأعرض الآن طبعا نحن نستخدم عادة في الإحصاء الرسم الأول الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونقصد بأنه كتب بين يدي النبي نقول كتب هكذا، الرسم الأول بدون تنقيط كتب هكذا. هنا أيها الأحبة مثلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. كما ترون مكتوب من دون تنقيط، من دون همزة، من دون علامات ترقيم، من دون أي علامات، مكتوب هكذا أيها الأحبة. عفوا سنظهر الآن هنا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا هو الرسم الأول. نحن فقط للتسهيل أضفنا له النقط، ولكن لم نغير عدد الحروف، عدد الحروف هو ذاته. طيب الآن أنا لدي النطفة في القرآن، النطفة في القرآن ذكرت 12 مرة، ذكرت 12 مرة. عدد حروف هذه الآيات 12. انظروا أيها الأحبة، النطفة ذكرت في القرآن 12 مرة. وهنا خلق الإنسان من نطفة، ثم من نطفة، ثم من نطفة، وهكذا، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. أنا أستعرض بسرعة لكي لا أطيل عليكم: من نطفة إذا تمنى ألم يكن نطفة، نطفة، نطفة. إذن 12 مرة، 12 مرة. طيب كم عدد الكروموزومات في النطفة؟ كم عدد الكروموزومات في هذه النطفة؟ عددها أيها الأحبة 23. والكروموزومات أحبتي في الله هي التي تميز، هي التي تميز الكائن الحي، عدد الكروموزومات. فالإنسان لديه عدد هو 23، فيه الخصائص الوراثية، فيه المعلومات الوراثية، ومعلومات كثيرة جدا مخزنة في هذه الكروموزومات أو الصبغيات، عددها 23. طيب كم حرفا
استخدم الله لبناء هذه الآيات الاثنى عشر؟ كم حرفا؟ كما نرى أمامنا 828 حرفا هنا. هذا العدد أيها الأحبة، أنا إذا استخدمت الآلة الحاسبة 828 سأجد، سأقسم الآن، أو دعوني أستخدم من البرنامج تحليل إلى جداء عوامل أولية 828، نجد أنه يساوي 23 في 9 في 4. إذن العدد أحبتي في الله، عدد الحروف المستخدمة في بناء 12 آية تتحدث عن النطفة في القرآن يساوي 23 مضروب في 9 مضروب في 4. 23 هي عدد الكروموزومات في النطفة، والتسعة هي أشهر الحمل التسعة، لأن الإنسان معروف مدة حمله 9 أشهر. والأربعة هنا أيها الأحبة يمكن أن تشير إلى كلمة نطفة أربعة أحرف، إنسان أربعة أحرف إلى آخره. يعني الذي يهمنا أن القرآن استخدم عددا من الحروف من مضاعفات عدد كروموزومات الموجودة في النطفة، أي 23، ليشكل لنا 12 آية بعدد أشهر السنة، طبعا العدد 12 يتحدث بها عن النطفة. هذا أنا أعتبره نوع مهم من الإعجاز، ليس مصادفة أيها الأحبة. هذا الأمر أنا بالنسبة لي أعتبره ليس مصادفة. طيب، العلقة ذكرت 6 مرات في القرآن. دعونا نبحث عن كلمة علقة. علقة هنا، علقة سنعود للرسم الأول. كلمة علقة هنا ظهرت معي آية ليس لها بالعلقة، كالمعلقة. إذن كلمة علقة 2 3 4 5، إذن 5 مرات وليس 6 مرات. أنا سأستثني هذه الآية لأنها ليست علقة كالمعلقة. هنا علقة ثم من علقة، وهنا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، وهنا هو الذي خلقكم من تراب ثم نطفة ثم من علقة، وهنا ثم كان علقة فخلق فسوى. الآن أيها الأحبة، أنا دعوني أتناول هذه الآيات التي فيها كلمة علقة. قلنا الآية الأولى موجودة أين؟ في سورة الحج. الآية الأولى في سورة الحج، يا أيها الناس. الآية الثانية في سورة المؤمنون، هنا. الآية الثالثة في سورة غافر. والآية الرابعة في سورة القيامة، وهناك آية ذكر فيها العلق في قوله تعالى خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. إذن العلق ذكر في القرآن 5 مرات في خمس، أو عفوا ذكر 6 مرات في 5 آيات، 6 مرات ذكر، لأنه لدينا آية هنا فيها العلقة مرتان، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. إذن كلمة علقة هنا مرتين، وبالتالي يصبح عدد مرات ذكر العلق وعلقة في القرآن 6 مرات، يعني نصف النطفة 12، العلقة والعلق 6 مرات.
الذي يلفت الانتباه أن عدد الحروف المستخدمة في بناء هذه الآيات الخمسة هو 506 أحرف. 506 أحرف إذا استخدمت أنا البرنامج هنا وقمت بتحليل هذا العدد، ألاحظ أنه يساوي 23 مضروبا في 11 مضروبا في 2. إذن العدد 506 عدد حروف الآيات التي تتحدث عن العلق والعلقة يساوي هذا العدد 506 من مضاعفات 23 عدد الكروموزومات في النطفة. ولكن العلقة هنا أيها الأحبة، العلقة هنا تكون عبارة عن خلية ملقحة في البداية، يعني النطفة مع بويضة يتم تلقيحهما ويصبح عدد الكروموزومات 46. لذلك العدد هنا 506 أيضا من مضاعفات العدد 46 يساوي 46 مضروبا في 11. طبعا أيها الأحبة، يعني أنا فقط أعطيتكم مقدمة في لهذا الموضوع، موضوع النطفة والعلقة. ثم هناك حقائق عن المضغة، حقائق عن العظام، حقائق كثيرة جدا جدا تتطلب حلقة أو ربما أكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا العلم النافع.